يلا يا حبيبي نذاكر مع بعض كده ونراجع ونبقى شطار ونفهم ونركز. هو ايه اللي جنبك ده يا ماما؟ ده يا حبيبي فضلة خيرك شبشب والعصاية بتاعت المكنسة والحزام بتاع بابا. انت بقى تختار بنفسك، يا اما تجربهم كلهم يا اما تجرب حاجة منهم يا اما ما تجربهمش خالص وتبقى ذكي وشاطر وما تتعبش امي. حاضر يا ماما. برافو عليك، يلا بقى نبدأ. لا يا ماما استنى، انا عايزة ادخل الحمام الاول. ها هنبتديها كده بقى؟ لا مش هينفع، انا خلقي بقى ضيق يا حبيبي، مش هقدر استحمل اللي كنت بستحمله زمان. هروح بسرعة يا ماما. اتفضل. ماذا تفعلين ايها البمبية؟ وبعدين يا اخويا بمبية بمبية فيه ايه؟ انا اسمي تينكا. ها تنكا؟ تنكا في عينك، اسمي تينكا تينكا. لا يهم، ماذا تفعلين هنا؟ بذاكر لابني. انت؟ وهل انت لديك مخ؟ هنغلط ولا ايه؟ احنا عملنا صلح. لا اقصد، انا اتكلم الحقيقة، انت لا تفهمين، كيف تذاكرين له؟ لا يا اخويا انا بفهم وبفهم كويس قوي، بس هم العيال يا اخويا اللي مخهم تخين. نعم مخهم تخين؟ اجل ما رأيك انا سأذاكر له؟ لا يا اخويا انت خلقك ضيق وانا مش مستغنية عن ابني، انت فجأة كده ممكن تقول جاري تدمير الطفل وانا عايزة ابني. لا لن افعل. لا بلاش، سيبني انا اجرب ولو ما فهمش مني وابقى اخد ادمره براحتك، ابقى عملت اللي عليا. تحت امرك. ربنا يكرمك. انا ذاهب لحموكشة، هل تريدين شيء مني ايها البمبية؟ بمبية برضو؟ لا يا حبيبي شكرا. حموكشة يا صديقي انا اتي اليك. اموت واعرف حموكشة ده بيعمل له ايه، مخليه كده متعلق فيه وبيحبه. وبعدين ايه يا اختي حكايه بمبيه بمبيه دي؟ يا لهوي امال لو كنت لابسه اصفر كان قال لي ايه؟ ايها المراه الصفراء. ها ها. ايوه الست الصفراء. والله يا اخويا احسن من اللي في بالي. كويس يا اخويا ان انت ما اتعلمتش اللغه المصري، كان زمانك قلت لي حاجه تانية. ساتعلم، حموكشه صديقي سيعلمني كل شيء. نلا عليك وعلى صديقك. ماشي يا اخويا. الواد ابن الجزمه ده اتاخر ليه؟ انت يا ولا يا زفت. يلا انا جيت اهو يا ماما. طب اتفضل يلا خلينا نبدا، بس انا جعان. وبعدين بقى هو انت مش لسه طافح من شويه؟ هو تلاكيك عشان ما تذاكرش؟ اخلص يا ولا. لا يا ماما انا جعان بجد. اللهم طولك يا روح. اتفضل روح قول لاختك كارما تعمل لك سندوتش. هي وبعدين بقى في اليوم ده قلت لكي اتركي لي. انت تاني؟ هو انت ما قعدتش مع حموكشة ليه؟ اتيت لاساعدك. اعصابي تعبت والله يا اخويا يا بنت، مش عارفه اعمل ايه. تنفسي جيدا واسترخي واغمضي عينيك وفكري في شيء جميل. هو انت تعملي فيها دكتور نفسي؟ جربي. من غير ما اغمض هفكر في شيء جميل. يا سلام لو اتكسرت على بيت حته، يا لهوي واستريح منك على الاخر. ايه الراحه النفسيه اللي انا فيها دي؟ مجرد ان انا اتخيلت ان انت متكسر ومتفشفش حاجه بص كده مفرحه. انت تفكرين بصوت عالي، انا سمعت كل شيء، انت شريره. بهزر يا اخويا بهزر. تهزرين. ها ها. وانا ناقصه تاني الحرب تشتغل ما بيننا ويقول لي جاري تدمير السيده البمبيه. فين الموقوس ده كمان؟ خلاص يا ماما انا خلصت. الحمد لله. نبدا بقى. طب استني عشان انا نسيت اشرب. نسيت اجيب الكراسه والقلم. انا تعبت من قبل ما ابدا. خلاص يا ماما. احلف. استني يا ماما انا عايزه اعمل حمام تاني. فوضت امري اليك يا رب. اظن كده عملت كل حاجه، ممكن بقى نذاكر. ايوه خلاص. لا يا ماما نسيت، انا نسيت ابري القلم. ابو شكلك بقى، اقعد يا ولا هنا. طب القلم مش مبري كويس. ان شاء الله عنه مدبره، هنكتب كده برضه. كده المس هتزعقلي وتقولي خطك وحش. ان شاء الله تعلقك حتى. ركز يا ولا معايا ما تعصبنيش. قلت لك انه غبي. يا اختي في العلوس ده. يلا يا حبيبي قولي اين يقع البحر الميت؟ في القبر. فين يا اخويا؟ في القبر. ايوه يا ماما، مش هو ميت يبقى اكيد في القبر. بقول لك ايه، الشبشب هيشتغل، ركز معايا احسن لك. انا بحاول ابقى ام كويسه وهاديه واتعامل معاك باسلوب حضاري، لكن انت مش هينفع معاك غير الشبشب. احسن لك احترم نفسك وركز معايا. حاضر. انت يا ولا يخرب بيتك انت نمت؟ يا لهوي.
أعصابي تعبت يا رب، تعبت خلاص. هل تريدين شيء لتهدئة أعصابك؟ يا ريت يا بني يا أخويا، أعصابي تعبانة، شغلي موسيقى هادية. جاري تنفيذ طلبك. لماذا؟ لم تعجبك؟ هي دي موسيقى تهدي الأعصاب؟ هو حد قالك إن أنا عايزة أتحزم وأرقص؟ إنها موسيقى جيدة، أنت لا تفهمي. بقولك إيه؟ ما تعصبنيش، روح سمعها الحموكشة بتاعك ده. نعم، إنني ذاهب لحموكشة، إنه راجل ذكي. حموكشة ذكي؟ ذكي قوي ما شاء الله. بس لأ، حموكشة ده طلع ذكي وطلع وراه سر، يا ترى بيعمل ايه للرجل الآلي؟ مخليه كده متعلق فيه وبيحبه وانا مش طايقني، مع ان انا طيبة واتحط على الجرح يولع.